أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل وذلك في فترة الحولين، وهل هي ضارة بالصحة؟ يجوز أخذ ما يؤجل الحمل، يجوز للمرأة أخذ ما يؤجل الحمل إذا كانت لا تستطيع الحمل لمرض فيها أو لأنها ترضع ولدا لها وتربيه، وإذا حملت تعجز عن إرضاع طفلها. إذا كان تأجيل الحمل لعذر شرعي فهو جائز، إذا كان لعذر شرعي فهو جائز تأجيله وأخذ الحبوب التي تؤجل عليها الحمل إلى أن تستطيع استقبال الحمل الجديد.